ما بدها السلام إسرائيل، عم بتعمر بالقدس وبغير القدس. هذا كلام فاضي، وإحنا لازم نضل متابرين على قوتنا وعلى سلاحنا وعلى كياننا ضد إسرائيل. لقينا إسرائيل غاصبة، وإسرائيل من لازم ندينها كل الدول العربية. المجتمع اليهودي هو مجتمع عسكري وقائم على الاحتلال والبطش والإجرام. فاليهود بيحكوا جانب إنه بدنا السلام، اليهود ما بدنا السلام. ما ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار این هستیم که کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و سازمان ملل واکنش مناسبی به این اقدامات نشون بدن و جلوی این رژیم تجاوزگر رو بگیرن.